عنوان فخ الحضارة. اه ما هو فخ الحضارة وإيه؟ وهل الحضارات الإنسانية تأتي إليها لحظات، حضارات تنتهي وحركات تبدأ؟ الحضارة الإنسانية في اللحظة الراهنة، ما هو الفخ أو العقبة التي تواجهها؟ الحقيقة هو أنا الفخ ده بالنسبة لينا وبالنسبة للإنسانية كلها، يعني نعم، بالنسبة لينا بشكل محدد في ثقافة المنطقة عربية العربية. بالضبط، والثقافة أو العالم الحضارة الإنسانية كلها، هو التقدم العلمي الكبير الذي أصبح يهدد البشرية أو يهدد فصائل ومجموعات وحضارات معينة منها، فهذا هو الفخ. يعني إن إحنا طب نقول ايه مصدر التهديد؟ يعني ايه لما يكون في تقدم علمي وتكنولوجي مفترض ان الانسانيه كلها بتستفيد منه، امتى يصبح هناك فخ يتحول هذا اللي هو ثمار التقدم الانساني يصبح فخ؟ هو فخ لما يصنع فجوه علميه كبيره بين امم وحضارات وشعوب، يعني يعمق الفارق بين بعض الحضارات او يكون لصالح حضارات أخرى على حساب حضارات متأخرة أو متراجعة نسبيا، ممكن يبقى فخ حتى بالنسبة للإنسانية، لأنه هو مرشح لأنه يسيطر على البشر، يعني ينقلب الوضع لأنه هو اللي يقود ويتحكم في الإنسان ويمثل تهديد، وهناك يعني طرح واسع وأفكار يعني متواترة ومتكررة إن نهاية البشرية ستكون على يد الذكاء الاصطناعي. طيب الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حاجتين، على الثقافة وعلى اللغة العربية. خلينا نبتدي كده نقول الذكاء الاصطناعي، واحنا ناقشنا الموضوع ده هنا في برنامج أطياف أكتر من مرة، وشفنا بعض التطبيقات ليه في مجال الفن التشكيلي والمخاوف، ناقشنا فكرة إيجابياته وسلبياته. من منظور حضرتك الذكاء الاصطناعي تأثيره إيه؟ هيكون على، نمسك الأول الثقافة العربية بشكل عام ونمسك اللغة العربية في